الله الى ركزوا الدراري ان شاء الله الماتش ان شاء الله غادي يكون ساهل ويصلحوا شويه داك الدفاع والهجوم يكون انتصار ان شاء الله. مصر والمغرب هذه مقابله غتكون شويه صعيبه، واصلا حنا ديما ما عمرنا فقدنا الامل فيهم، ديما كنقولوا غير ربحوا غير ربحوا. المنتخب الوطني يتغلب عليها بشي حصه كبيره. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في ميكرو كاش من قلب العاصمه يونغلي العاصمه الكاميرونيه. المنتخب الوطني المغربي تعرف على الخصم ديالو في مباراه ربع نهائي كان الكاميرون 2021. الخصم ديالنا هو المنتخب المصري، نلعب امامه يوم الاحد على تمام الساعه 4 عصرا ملعب احمد اهيجو. اذا من قلب العاصمه يونغلي غنمشيو للعاصمه المغربيه الرباط مع زميلنا المصور عيسى الثوري اللي خدا لنا الاراء ديال المغاربه حول هذه المباراه. ان شاء الله الى ركزوا الدراري ان شاء الله الماتش ان شاء الله غادي يكون ساهل، حيت مصر اليوم لعبت الاشواط اضافيه وميركشنا مصر اليوم الكوتيفوار ضيعت بزاف، وان شاء الله الى ركزوا الدراري ان شاء الله والدراري تكون فيها قلب بدنيه مزيانين ان شاء الله راه تكون نتيجه مزيانه لينا ونرجعوا لهم ان شاء الله، راه حيت كانوا قصاونا مع رونار في الدوره ديال العلماء 2017، وان شاء الله يكونوا الدراري رجال بحال البارح وان شاء الله تكون النتيجه مزيانه ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله الفريق المنتخب الوطني المغربي يفوز ان شاء الله بعد الانتصار غدا ما بيننا وبين مصر، ونتمناو ليه التوفيق. راه الدراري زوينين عندنا تبارك الله، نتمناو يصلحوا شويه داك الدفاع والهجوم يكون انتصار ان شاء الله، ومصر ان شاء الله غنتغلبوا عليها باذن الله. شكرا. بالنسبه للمقابله ديال مصر والمغرب هذه مقابله غتكون شويه صعيبه بالنسبه للعام اللي فات، حيت مصر قصاتنا وحتى الدقيقه الاخرى اللاعب كهرباء هو اللي كان سجل لنا الهدف. هنا كنتمنوا الخير، انا عندي واحد التفاؤل اللي كان زوين بزاف ان المنتخب غادي يدير شي حاجه، انا متفائل به وان شاء الله يكون خير. كنتمنوا الخير، غادي يمشي بعيد وانا عندي احساس يمشي بعيد ان شاء الله. ان شاء الله يكون الماتش في المستوى وبحال حمروا لنا وجهنا ذاك النهار، وكنتمنى يحمروا لنا وجهنا من هنا لقدام ان شاء الله يا ربي. واصلا حنا ديما ما عمرنا فقدنا الامل فيهم، ديما كنقولوا غير ربحوا غير ربحوا ان شاء الله تكون مربوحه بركه. المدرب يشوف مع ذاك الكعبي اخويا، ما بقاش يلعب لنا جوج نافات، راه بان كيلعب النصيري والكعبي عمر جوج نافات ما غيلعبوا، هما ما كيلعبوش برجليهم. نتمنى يدخل يدخل على النصيري ونتمنى يدخل رحيمي وشكرا. بالنسبه للماتش ديال المنتخب المصري مع كوت ديفوار كان ماتش زوين، تفرجنا كره وكانت مصر حاضره في التيران باللعبه ديالها. وبالنسبه للمنتخب المغربي مع مصر في الماتش الجاي كنتمنى المنتخب الوطني يتغلب عليها بشي حصه كبيره، وحيت كنا تقابلنا معها في لاكوب دافريك اللي فات وكانت غلباتنا ديال عامين، كنت غلباتنا بواحد الزيرو، وكنتمنى باش نغلبوا هذا الماتش هذا، وكنتمنى اللعابه يقوموا بالواجب ديالهم في الماتش الجاي ويكونوا على حسن ويفرحونا ويكونوا على حسن الظن ديال الجمهور المغربي، وكنتمنى لهم التوفيق وشكرا.